حبيت الشغل مع حمو بيكا؟ هو حمو انسان غلبان. حمو انسان غلبان واحنا نجحنا. يعني انا كنت بغني من قبل حمو اصلا. يعني انا بغني من قبل حمو بكتير. فعملنا شغل مع بعض كويس والحمد لله. احنا يعني احنا 2019 دي 2019 احنا المطربين الوحاد اللي كان لينا 8 اغاني شغالين في نفس الوقت. ما شاء الله. يعني كان المطرب ينزل البوم كامل علشان اغنيه تنجح من الالبوم عشان يقول لك الالبوم بتاعي نجح. لا احنا 8 اغاني في 2019 والثمانيه كانوا شغالين. فما حصلش نصيب بقى ان انا كنت اخد افضل مطرب مثلا شعبي في 2019. المفروض ان انا كنت محقق ارقام مهوله على اليوتيوب انا وحمو، فما خدتهاش 2019. فربنا عوضني بقى 2020. للاشتراك زوروا موقعنا alphatv.com أو اتصل على الأرقام التالية. ألفا قنوات الأسرة العربية.